السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان عبد الله بن سلام وأصحابه من مؤمني أهل الكتاب يعظمون السبت ويكرهون لحمان الإبل وألبانها. قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أسلموا: يا رسول الله، إن التوراة كتاب الله، فدعنا نقم بها في صلاتنا في الليل، ودعنا نعمل ببعض ما في التوراة من أحكام. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد النبي ورسولا وبالإسلام دينا، وإذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإنها خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في جميع شرائع الإسلام، واعملوا بجميع أحكام الإسلام ولا تتركوا منها شيئا. وإياكم أن تكونوا كاليهود، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ولا تكونوا ممن اتخذ إلهه هواه، بل يجب أن يكون الهوى دائما تابعا للدين. والإسلام دين صالح للتطبيق في كل زمان ومكان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان وطرق الشيطان فيما يدعوكم إليه من المعاصي. وهم الشيطان وشغله الشاغل أن يجر الإنسان خطوة فخطوة، يبدأ بالوساوس، ثم صغائر الذنوب، ثم الكبائر، وأخيرا الكفر بالله. إنه لكم عدو مبين، ظاهر العداوة، فاحذروه واتخذوه عدوا. أنت تنام وهو يخطط كيف يضلك ويغويك. نعوذ بالله من كيد الشيطان وطرق الشيطان وخطوات الشيطان، فإنه القادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. جزاكم الله خيرا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. مش كده وبس، كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعد الهجرة كثيرا ما يمر على أحبار اليهود في طريقه ذهابا وإيابا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع بعض ما يقولون من التوراة، لدرجة أنه تأثر بما يسمع من أحبار اليهود، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ من الذي يقول ذلك؟ إنه الفاروق، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأحد المبشرين بالجنة. فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. الحقيقة أن تصوري للآية الكريمة إن أهل الإيمان سائرين في طريق مستقيم واضح المعالم، ينتهي بقلعة محصنة هي الإسلام، وعلى جانب الطريق يمين ويسار في طرق كثيرة مزخرفة مزينة، ولكنها طرق زلقة منحدرة. وعلى كل طريق من الطرق دي جماعة ترتدي أحلى الملابس، تبتسم في وجهك وتقول لك: تفضل شاهد هذا الطريق الجميل المزخرف المزين. هي دي حكايتنا في الدنيا باختصار، وعليك إما إنك تختار الطريق المستقيم الواضح المعالم، أو إنك تختار الطرق المزينة المزخرفة الخطرة المنحدرة. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن انحرفتم عن طريق الحق من بعد ما جاءتكم الحجج والبراهين الواضحة من القرآن والسنة وضللتم
وملتم عن الطريق المستقيم إلى طريق الهوى والضلالة والشرك، ولا عذر لكم أن تزلوا أبدا من بعد ما جاءتكم البينات والدلائل الواضحة من القرآن والسنة. فنعلم جيدا أن من ينحرف من أهل العلم أعظم جرما ممن ينحرف من أهل الجهالة. فاعلموا أن الله عزيز حكيم، عزيز في ملكه لا يفوته شيء، عزيز قادر على الانتقام لا يقهر أبدا، حكيم في أمره ونهيه، يضع كل شيء في موضعه الصحيح والمناسب، حكيم ومن حكمته أن يميز بين المحسن والمسيء، حكيم ومن حكمته تعذيب العصاة والجناة. وأنت الآن في دار الاختبار، فأي الطريقين سوف تختار؟ جزاكم الله خيرا. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ماذا ينتظرون؟ فكلنا في يوم راحلون إلى أرض المحشر مساقون. يا ويلي، هل هم مدركون؟ هل يفقهون؟ ما هم عليه مقبلون؟ ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. هل ينتظر هؤلاء المعاندون أن يأتي إليهم الله عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة ليقضي القضاء العادل؟ هل ينتظرون ذلك المشهد الرهيب المهيب، فيروا السماء وقد انفطرت، والكواكب وقد انتثرت، والنجوم وقد بعثرت، والشمس وقد دنت واقتربت؟ نعم، في ذاك اليوم العظيم يأتي الله عز وجل ويجيء على الوجه اللائق به سبحانه. نؤمن بظاهر الآية الكريمة دون تأويل أو تفسير، فالله عز وجل يأتي وأنت تأتي، ولكن شتان، إتيانه ليس كإتيانك، والله حي وأنت حي، لكن شتان، حياته ليست كحياتك. ولماذا يأتي الله عز وجل في ظلل من الغمام؟ لأن الغمام غالبا مظنته الرحمة، فإذا جاء منه العذاب كان أفظع وأهول. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح والغيم عرف ذلك على وجهه، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. فسألته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن ذلك، فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، وقضي الأمر ولله الأمر، يقضي فيهم بقضائه، فأثيب الطائع وعوقب العاصي، ولم يعد هناك فرصة للتوبة أو الندم أو الرجوع، وفرغ من الحساب، ووجب على المعاندين العذاب، ودخل أهل الجنة الجنة، ودخل أهل النار النار، وإلى الله ترجع الأمور. نعم، إليه وحده ترجع أمور جميع الخلائق، وأمور الدنيا والآخرة كلها مبدأها من عنده، وإليه مصيرها. جزاكم الله خيرا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور؟